الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. كشف تقرير مشترك لعدة منظمات من بينها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي أن جل القطاع الخاص في العراق الذي يعمل فيه زهاء 40 إلى 50% تقريبا من اليد العاملة غير منظم. وقال التقرير أن متوسط أجور عمال القطاع الخاص وأمنهم الوظيفي ومزاياهم أدنى بالمقارنة مع نظرائهم في القطاع العام، كما أنهم غالبا ما يفتقرون إلى عقود رسمية. ومن العوائق التي ذكرها التقرير ثغرات في الإطار القانوني للعمال والمنشئات على صعيد العمل ونطاق تغطية الضمان الاجتماعي وحمايته، والعوائق المتصلة بهيكلية سوق العمل وظروف الاقتصاد الكلي وقلة وعي العمال والمنشئات بحقوقهم وواجباتهم وعدم وجود حوافز لدى العمال وأصحاب العمل كي يصبحوا منظمين. طلب أعضاء في لجنة النزاهة النيابية بإيقاف التعاقد مع شركات أهلية وأجنبية لتنفيذ مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونية والجوازات ونظام المرور الإلكتروني، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لما يسمى سيادة العراق. وقال أعضاء اللجنة أن مجلس الوزراء أصدر قرارين يخول وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع شركة أفق السماء لخدمات الاتصالات والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية، معتبرين هذه التعاقدات بيعا لسيادة الدولة عبر تسليم سمة الدخول للعراق بيد شركة أهلية. أكد مسؤولون حكوميون في العراق أن الشركات الصينية العاملة بمشاريع بناء المدارس أبلغت بتعرضها للابتزاز في ظل وجود عقبات كبيرة تواجه عملها. وأشار المسؤولون إلى أن عمل الشركات يواجه تحديات أمنية من قبل الميليشيات والعصابات التي تضغط عليها للحصول على مكاسب مالية، ما دفعها لطلب الحماية الأمنية. ولفت المسؤولون إلى أن هذه الشركات تواجه عقبات أخرى تتمثل بأن المشاريع المفترض إنشاؤها تقام على أراض متنازع على ملكيتها القانونية. أكدت وزارة الكهرباء في العراق أن الخط الإيراني للكهرباء مقطوع بالكامل وأن بغداد ستدفع الديون المترتبة عليه لطهران. وقالت الوزارة أن الغاز الإيراني المورد إلى العراق والذي يساهم بتشغيل محطاته بانحسار مستمر، مضيفة أن ما يصل من الغاز الإيراني يقدر ب 8,500,000 متر مكعب من أصل 50 مليون يفترض إرساله للعراق. في هذه الأثناء انتعشت أسعار النفط وسط تكهنات بأن أوبك بلس قد توقف زيادة الإنتاج استجابة لانتشار متحور أوميكرون. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.56 دولار لتصل إلى 75 دولار و27 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.97 دولار ليصل إلى 71 دولارا و12 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 10% يوم الجمعة في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نيسان 2020، حيث أخاف المتغير الجديد للمستثمرين في جميع الأسواق المالية. وانتشر متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم يوم الأحد مع اكتشاف حالات جديدة في هولندا والدنمارك وأستراليا، حتى مع فرض المزيد من البلدان قيودا على السفر. إلى اللقاء.